كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء ومحاولة تصل أمامنا في منتصف الملعب على حدود منطقة الجزاء، تمريرة وكرة هنا أمامنا ومحاولة والهدف الثالث. إذن رصاصة الرحمة وهدف الضمان للدور نصف النهائي يأتي لصالح منتخب زامبيا. شامانجا يأتي للهدف وكلكت للمرة الثالثة، يتكرر بهذه الرقصة وهذه الفرحة الزامبية على نظام الثلاثية في الشباكة السودانية. ثلاثة أهداف قاسية في أحد أسوأ المباريات التي يقدمها منتخب السودان في هذه البطولة. شوف الكرة الماضية صعبة 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 على أكرم الهاني، لاعب استلم على بكل هدوء وكيف ما يشاء، فكر رفع راسه لعبه في الزاوية البعيدة والثلاثية تأتي على شباك صقور الجديان. ثلاثية تأتي على شباك صقور الجديان. هدف. إذن العبور والوصول للدور نصف النهائي والفرحة لحارس المرمى كيندي مويني.